برحب بيكي بتول بجد، يعني استمتعنا جدا بالأغنية ونورتينا. بتول من سوريا، أهلا وسهلا بيكي، وبرحب كمان بصوت العراق، هنستمتع بيك جدا. فاضل جعفر، أهلا بيك يا فاضل، منورنا ومنورنا، وأعتقد إن هي هتبقى سهرة بديعة. خليني أعرف من بتول في الأول، يعني كلميني كده، يعني إيه اللي حببك في الغنى وبدأتي إمتى؟ أول شيء الغنى هوايتي من وقت ما كنت صغيرة. أهلي كلهم يعني فنانين، أم والدتي، والدي، البيت كله بيغني، فطبعا أخوالي، فالبيت كله فيه فن، فعشقي الفن ونشأت فيه يعني. ولما كبرت شوية شوي صرت أتعلم على الأورج سماعي، بعدها صرت أتعلم النوطة، يعني صرت أتعمق أكثر، فمشت بدم الموسيقى وديت الغنى من وانا صغيرة. فبقت يعني موهبة وتعليم تمام. في نفس الوقت تماما. فكان يعني مشوار الفني لما بدأته من الصغر، ولما بدأت الشهرة كانت بال 2018، ابتدأت ببرنامج ذا فويس، وبعدها قلت كمل يعني شوي شوي، لأني البرنامج ممكن يعني يعمل انتشار كبير، لكن لازم تكملي يعني بعدها فيما طبعا. بعد طبعا. فبدأت الحمد لله شوي شوي، بس جتنا شفتي الفترة الكورونا شوي يعني طبعا. عملت معنا مشاكل، بس إن شاء الله يعني الأيام الجاي أحلى وأحلى. طبعا أنا كتير عملت أغاني وكتير يعني عملت أعمال، لكن لسه بعد يعني عم نشتغل أكثر وأكثر. إن شاء الله. إن شاء الله. فاضل، احكي لنا شوي طيب عن تجربتك، البدايات، بداية المشوار، كيف اكتشفت الموهبة؟ والله بداية المشوار يعني هي بالابتدائية، في تحديدا في الصف الرابع الابتدائي. يعني حبيت، كانت تصير عندنا احتفاليات يعني مدرسية، فالطلاب يقدمون فعاليات، يعني اللي يقدم قصيدة أو يقدم، يعني أنا سابق قبل أن هذا الوقت، يعني قبل الابتدائية هي عندي، لكن تحت أول مرة يعني غنيت قدام ناس وجمهور هو بالصف الابتدائي، قدمت أغنية كانت وطنية أتذكر للوطن يعني. ونشأت بعدين يعني تعلمت العود، أبوي الله يرحمه هو اللي دعمني يعني بشراء للعود واحتضني، إلى أن يعني نمت الموهبة. وبعد ذلك دخلت أيضا معهد فنون جميلة ومشت الحياة يعني، ولازلنا نغني ونقدم للناس أغانينا. يعني كلامكم جميل جدا، وبدنا نحكي عن عالم الفن بشكل عام متنوع، وأنا اسمح لي أرجع لبتول. بتول، تحدثتي بأنه عائلة فنية ولدتي فيها وبدأتي مسيرتك الفنية، ولكن الألوان الغنائية بتختلف، وكل يمكن فنان له لون معين. ولما نحكي عن سوريا ونحكي عن حلب خصوصا، يعني مكان نشأتك، نحكي عن القدود الحلبية تحديدا، حثيني أكثر عن الألوان والمفضلة لإلك تحديدا. نحن بحلب نتميز أكثر شيء بالقدود والتراث والموشحات. صحيح. القدود مثل ما يعني بتعرف، كانت حلب هي مصدر التجارة قديما يعني، فلما كانوا ينزلوا لعنا المغتربين طبعا يغنوا مثلا الأتراك، أوروبا، هالناس كده تنزل يغنوا، لكن يعني يثبت بذاكرتنا اللحن، لكن الكلام يروح طبعا. فناخد اللحن ونحط عليه الشعر، فتسمى القد. القد. نعم. فصارت الأغاني مثلا عنا القدود، مثل عنا أغنية مثلا تحتي هو دجها مثلا. صح. فالكلام طبعا من عنا من تأليفنا، لكن اللحن موجود اصلا تركي. انتوا بنيتوا عليه. ففي كثير يعني يعني نحن بمجال حلب بالاخص تميزنا بهالتراث والموشحات. طبعا الموشح هو يختلف عن القد، زي ما قلت لك انه القد شو هو، لكن الموشح هو اللغه العربيه الفصحى، عباره عن تواشيح بلحنوها طبعا بيختلف من الشرق للغرب، بين الاندلسي يعني يختلف من مختلف. مكان صحيح لمكان حسب المكان. ولكن بتول انت يعني تحديدا اللون المختص، انا لوني ميزتي بصوتي بغني جميع الالوان. يعني هلا انا اللي بتابعني مثلا بقول لي انت صوتك لازم تغني طرب. طيب ماشي، انا ممكن اغني طرب طبعا لاني بحب الطرب،
لكن كيف بدي أوصل للشباب؟ ما كلهم بيسمعوا طرب. الأغاني يعني نحن الفنان الحقيقي كصوت للأسف بهالوقت عم ينظلم. فلغاية ما نوصل للشباب وللأعمار الصغيرة بدك توصلهم بالكلمة السهلة واللحن البسيط. صح. هذا الأغاني يمكن اليوم مثل ما ذكرتي بتقول الحقيقة الفنان يبحث اليوم عن إيصال أغنيته رغم وجود الصوت مهم وأداء مهم من خلال الأغنية، لكن يبحث عن الأغنية اللي تناسب الوقت. ما ممكن أسمع الشاب 2022 أغنية تنتمي يمكن إلى فترة السبعينات، أو أبدأ كمطرب شاب أغني الأغاني مثل ما نقول الأغاني الكبيرة الوحدة الكبيرة وهذه الأغاني الطربية.